السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في حلقة جديدة مع سيارة جديدة. مثل ما تلاحظون سيارة معنا اليوم اودي اس 8 موديل 2013. زين ليش مو 2014؟ زين ليش مو 2015؟ ان شاء الله نوعدكم راح نجيب لكم 2015 بوقتها. حاليا السيارة اللي معنا هي توب اوف ذا لاين بالنسبة حق الاودي، عندهم هي اعلى فئه اللي هي الاي 8. طبعا هم يبلشون بالنسبه حق السيدانز او الصالون اللي اربع بيبان يبلشون 3 5 6 7 8 كلهم اربع بيبان. حاليا السياره اللي معانا هي اعلى فئه، الفئه السبورت من الاي 8. الاس 8 مثل ما انتم شايفين من على الجنب يمكن ما تحسون ان السياره شيء يعني وايد خطير او ان سياره مرعبه او شيء. الباج هذا اللي فيها V8T لأن ماكينتها عبارة عن 8 سلندر 4 لتر فيها شاحنين هواء توين تيربو تولد قدرة تصل إلى 520 هورس باور. العزم جدا جبار. راح نوصل حق الماكينة. عندنا السيارة عليها الأوبشنال ريمز اللي هما 21 إنش، والتواير اللي عليهم كونتيننتال سبورت على أساس يعطيها أفضل تماسك. نلاحظ دائما يجي في الأس 8 الفريم هذا دائما يجيك شكله ألمنيوم، والمناظر الجانبيه تجيك شكلها ألمنيوم. هذا اهم ما يميز الاس 8 عن الاي 8. ننتقل الى المقدمه ونشرح لكم زياده عن السياره. طبعا لاحظ الاس 8 من الامام يميزها عن الاي 8 الشبك الكبير. الشبك هذا الفريم ماله وايد اكبر، طبعا هم خلينا نقول مسوينه من الكروم. نفس الشيء عندنا يميزها الخطوط اللي هني اللي شكلها ألمنيوم. نفس الشيء عندنا السبلتر هذا وهذا شكلهم من ألمنيوم. أيضا عندنا الإضاءة الأمامية، هذه العدسات اللي مصنوعة تنها من كريستال، هي إضاءة LED، وهذا الدي لايت اللي يشب بالنهار. هو يشتغل بالليل بس إنه هو فكرته إنه يشتغل بالنهار على أساس السواق اللي قدامك ينتبهون، ففكرته جدا حلوة. راح نرجع حق المحرك بعد ما نوريكم سيارة من ورا شلون صايرة وشنو اللي تغير فيها عن الاي 8. يلا ويانا. طبعا اللي يميز الاس 8 عن الاي 8 انه مثل ما نلاحظ صار عندنا الاربع اكزوزات اللي ورا والباج مال الاس 8، وهذا اللي المفروض يعني يعطي ناحيه جماليه، شكله الومنيوم شكله جدا راقي يعطي ناحيه جماليه. السياره مثل ما قلنا لكم من برا ما تحس انه البهرجه اللي يسوونها خلينا نقول بقيه شركات والشكل المتفخ والكبير وهذا. بالفعل السياره من قدام انزل، السياره من على الجنب راح تحس انه والله كنا الرنقات اكبر، قاعد تعطي ناحيه جماليه حق السياره. بس السر كله في الماكينه. تبون تشوفون الماكينه؟ يلا نشوف الماكينه. طبعا هذه الماكينه يمكن ما اقدر اقص لكم الماكينه بالنص واوريكم اياها شلون صايره، بس لاحظ هنا مكتوب عندنا V8 TFSI، هذا التسميه مالت اودي اللي هو مال دايركت فيول انجكشن. اللي سووه اودي الماكينه انه حطوا التيربوات بالنص على اساس انه يكونون اقرب حق الاكزوز او مخرج الاكزوز الاساسي، وبنفس الوقت تبريدهم راح يكون احسن على كلامهم. المهم ان هذه الماكينه 4 لتر، يعني لو لاحظ في اوكي راح تقولوا لي في صالون يطلع هورس باور اكثر من 520، صحيح، بس انه فكر ان هذه 4.0 لتر، هذه مو اكبر، في سيارات اكبر منها تقريبا بلتر ونص بلترين. هذه الماكينه استبدلوها الجيل اللي قبل كان ال10 سلندر اللي كانت نفس الماكينه اللي تركب على الجياردو 5.2 لتر V10 هي اللي كانت الاس 8 الجيل السابق، استبدلوها ب كاباسيتي اصغر حق الانجن، من 5.2 صار 4 لتر، ومن 10 سلندر صار 8 سلندر، بس عوضوا 2 سلندر اللي خسروهم بتوين تيربو. الكلام يمكن ما يوفي حق الماكينه، يمكن لو وريناكم سياره من داخل بعدين طلعنا التست درايف راح يكون وايد افضل. خلينا نشوف سياره من داخل وشنو اللي صار. طبعا هذه الاس 8 من داخل بسيطه بس متروسه تكنولوجيا. شنو نقصد؟ السكان في كل شيء انت تحتاجه، فعندك تقدر تطول وتقصر، في عندك الفويس كوماند، في عندك دقمه حق النافيجيشن، في عندك اللي هو البتن مالت المانيوال، هذا راح نتكلم عنها اكثر لما نسوق السياره. وعندنا هني اليمين يسار الاسهم علشان
تغير على حسب شنو الاشياء اللي انت قاعد تستخدمها في الشاشه الصغيره اللي بين العدادات الاثنين. عندنا التحكم بالداخل الشاشه بعد انت شنو تبي تشوف داخل كل فئه او كاتيجوري عندك داخل الشاشه. مثل ما نلاحظ لما يقولون ان هذا الومنيوم معناته هذا الومنيوم صجي مو بلاستيك شكله الومنيوم، لما يقولون هذا كاربون فايبر اذا هذا كاربون فايبر صجي مو شكل كاربون فايبر. الستيتشنج واليلد والكشنات شيء جدا في منتهى الروعه. زين صج يعني لو نشوف السنتر كونسول هنا عندنا نحسه بسيط، بس البساطه هذه لانهم حاطين كل شيء في مكانه. فلو لاحظ مثلا الشاشه اللي عندنا هنا اللي هي الام ام اي سيستم مال اودي، الشاشه هذه عندك انت هنا بوتن او دقمه من تطقها راح تطلع الشاشه. كل شيء عندك موجود بالشاشه وتقدر تستخدم الجير هذا الصغير او الفراره. فحاليا عندنا مثلا انماط مالت كار سياره، راح نتكلم عن الانماط هذه. عندنا افشنسي كومفورت اوتو دايناميك انديفيدوال، هذا راح نتكلم عنها اكثر لما نسوق. نرجع حق المنيو مره ثانيه، تقدر تتحكم بالتليفون، انفورميشن مالت سياره، النافيجيشن، الميديا والراديو، واخر شيء عندنا تون. تون هذه تتعلق بسماعات السياره وكل شيء تحتاجه بالسماعات، لان السياره هذه عليها سيستم بانج اند اولفسن، هو احسن ساوند سيستم ممكن انت تشتريه سواء حق بيت ولا حق سياره، هي ستاندرد على الاس 8. بالنسبه حق الداش اللي هنا عندنا تحكم بالتكييف، هذا كلنا يعني نعرفه. عندنا هني التحكم بالصوت بالراديو بالميديا بكل شيء، وعندنا مثل ما قلنا هذا السكرول اللي انت تقدر تتحكم فيه بالشاشه علشان تتحكم بالنافيجيشن وانت تسوق، لان اودي حريصين على سلامه الركاب والسايق. لما تطق نافيجيشن وانت قاعد تسوق نلاحظ ان النافيجيشن يعطيك صوره جوجل ايرث وتقدر تحطها على النمط العادي. اذا انت قاعد تسوق ما تقدر تكتب المكان اللي تبي تروح له حفاظا على سلامتك، ولا تقدر تسوي بحث من هنا. الحل الوحيد انك اما تستخدم الفويس كوماند، تحط مثلا سيرش فور بليسز وتقول اسم المكان اللي تبيه، او في الباد هذه الصغيره اللي كأنها ماوس ممكن ان انت تكتب فيها اللي تبيه في النافيجيشن. فمثلا لو طقينا ديستنيشن طق ادرس، طبعا الحين لاني واقف فراح يخليني ادور، بس لو ان انت قاعد تمشي هذه الباد على طول راح تختفي الارقام اللي فيها وراح تعطيك ان انت تكتب. فلما تكتب مثلا A راح يعطيك A بالشاشه، تكتب H يعطيك H بالشاشه، الى ان تكتب مكان يعطيك شنو الخيارات المتاحه. الجير مال السياره جدا صغير وما يضايق، طريقه استخدامه جدا سهله. اول ما نطلع الحين تست درايف راح اوريكم شلون طريقه استخدامه. عندنا هني البارك او خلينا نقول احنا نسميه سايد بريك اللي يوقف سياره، وعندنا هني الاوتو اوف لما هذا سوري الاوتو اوتو بارك اذا انت شغلته. بالنسبه حق الازرار اللي موجوده عندنا هني، عندنا الزر مال الستار الخلفيه، السنسر مال باركينج، الايرباج اذا مثلا خلينا نقول منغث من مرتك من زمان وما تبيها ممكن تطفي الايرباج مالها. عندك هني الفلاشر او خلينا نقول الهازارد بوتن، تراكشن اوف هذه الدقمه اللي تدخل الشاشه. عندنا هني الاوتو اوف والاون لما توقف على الاشاره وانت حاطه افشنسي تطق الدقمه هذه، اول ما توقف كومبليت ستوب خلاص توقف سياره راح تطفي الماكينه، راح يظل عندك المكيف والراديو والشاشه وكل شيء شغال بشكل طبيعي. اول ما بس تشيري لك من البريك تبي تدوس بنزين مره ثانيه اوتوماتيكلي راح تشتغل السياره وتمشي، انت ما راح تحس بالشغله هذه. القاعده بشكل عام جدا مريحه، تشوف السكان جدا مرتب. استخدام الكربون فايبر خلينا نقول في المقصوره بشكل مكثف، بس لو نرجع حق حقيقه الموضوع، هم بس حاطين علشان يذكرونك ان هذه سياره سريعه، ولكن سياره وزنها ثقيل والكربون فايبر هذا مو شغلته تخفيف الوزن، هذا ديكور تخفيف الوزن. لو يبونه عشان حطوه في الشاصي حطوه في اجزاء من الهيكل. ايش رايكم نوريكم سياره من ورا قبل ما نطلع تست درايف؟ يلا بسم الله. لاحظ ان الاس 8 ما تي لونج ويل بيز، دائما تي شورت. فاحنا مع ان السياره شورت ويل بيز، مسافه عندي اللي هي مسافه اللاج روم او مسافه الارجل شيء جدا مريح، مسافه الراس عندي ايضا شيء جدا مريح. الكيشن ممتاز، القعده مثل ما نلاحظ المقصوره حتى في الخلف مليئه بالكربون فايبر. عندنا هني مساحه تخزين صغيره حق الركاب اللي في الخلف، وعندنا هني ايضا
فيرست ايد كيت، جنطة اسعافات اولية من اودي، ومساحة تخزين ايضا تعتبر مفيدة في الخلف. عندنا المكان هذا للتخزين ايضا موجود، عندنا هني مدخل اذا عندك مثلا واير كهرباء ايضا تقدر تركبه. ونلاحظ حتى التكييف الخلفي الفريم او الاطار ماله كله من كربون فايبر، الباب الخلفي فيه كربون فايبر، عندنا هني سماعة، سماعتين، ثلاث، وغير ثلاث سماعات اللي ورا اللي هم كلهم بانج اند ولفسن. التطريز مال السيارة او خلينا نقول المواد المستخدمة في الداخلية والسقف كلها من الشاموا او خلينا نقول يسمونه سويد. بشكل عام سيارة جدا ممتازة وجدا مريحة. أساس لا نكثر عليكم حكي، نطلع تست درايف ونجرب السيارة. طبعا الحين راح نطلع بالسيارة، بسم الله. تحس اول ما يعني خلينا نقول تبلش تسوق سيارة فيها نعومة واضحة، اودي السكان موزون وتمام. بس نتكلم عن البداية، دقمة الستارت لما دقمة الستارت والستوب مالت الانجن غالبا تكون متناول السائق هني يم مكان السويتش العادي، هذه موجودة هني. يعني اذا انت شاري السيارة ما راح تي ثاني يوم وترد تغلط بنفس المكان، ولكن يعني ما ادري انا مو متعود عليها بهالمكان. الجير جدا ممتاز وجدا سهل استخدامه. الحين انا مثلا ماشي على السبورت، مجرد اني اطقه طقه لتحت يحول دي، مجرد ما ارجع طقه مره ثانيه يحول سبورت، اذا طقيت الام اللي في السكان اللي تكلمنا عنها يحول مانيوال، اقدر استخدم البادلز بادل شيفت اللي موجودين عندي ورا السكان. انزين الحين ناخذهم خطوه خطوه. طبعا وسائل الامان في الاودي ما له داعي اذكرها لكم، من ناحيه الاكياس الهوائيه اللي اعتقد فيها 11 ايرباك، غير عندك نظام النقطه العمياء، غير عندك السنسرز، الكاميرا اللي اذا انت كنت بترجع من باركينج يوريك 360 فيو على السياره. ما اعتقد ان احد يحتاج يعلق على هالموضوع، خصوصا الكواترو سيستم اللي صار له فوق ال 25 سنه حاليا هم شغالين فيه، جدا متطور، واعتقد لو تدوس حدوسه يمكن ثلج بعد تقدر تتحكم بالسياره. الهدوء اللي بالمقصوره يرجع حق عده عوامل. طبعا في صوت شارع، مو صوت هواء، صوت الشارع هذا جاي لان السياره حجم الرينج مالها 21، ال 21 شيء طبيعي راح يدخل ضوضاء من برا، او خلينا نقول يطلع لك صوت الشارع اللي داخل السياره، ولكن صوت الهواء اقدر اقول لكم انه تنسونه، لان العازل الصوت اللي يستخدمونه اودي جدا ممتاز. وبنفس الوقت السيستم اللي تكلمنا عنه اللي هو البانج اند ولفسن يعطيك نفس موجات ضد الضوضاء الغير مرغوب فيها داخل المقصوره، فتحس كأن السياره وايد اهدى. الشغله هذه ترجع تقول لك انه بالفعل انت بسياره فخمه ولكنها سبورت. احنا تكلمنا عن الانجن وتكلمنا عن قوته وانه شلون هو 420 حصان 520 حصان، بس السياره الحين احنا حطيناها في الشارع، اوكي راح نقول في سيارات اقوى منها، ولكن هذا تسارعها من 0 لغايه 100 شوفوا. ما يحتاج، يعني الحين انا ماشي 150. الشيء الغريب ان الفور ويل درايف مالها يعطيها قوة تسارع اسرع من وايد سيارات. على سبيل المثال بتقولوا لي اسرع من شنو؟ اسرع من اللكسس الالف اي، اسرع من المرسيدس الاس ال اس العادية مو البلاك سيريز، اسرع من الاودي الار 8 الفي 8، اسرع من وايد سيارات تعتبر خارقة اصلا مو بوزن هذه. احنا قاعد نتكلم اللي شفتوه توه، هذه سيارة وزنها
طنين. انزين، في يمكن دولنا السرعه محدده سواء في الهاي واي ولا في الشوارع الداخليه، ولكن تخيلنا انت مثلا تبي توصل منطقه بسرعه مستعجل، تخيلنا انت مثلا بالمانيا وعندك الاوتوبان مفتوح وتقدر تدوس على كيفك. هني اقول لك انا هذه الماكينه تفرق ياك وايد. الستيرنج ويل بسيط، الثري سبوكس، في جميع الازرار اللي انت تحتاجها ما عدا شيء واحد. انت ممكن تحصل كل شيء ما عدا انك تبي تطوف تراك او تبي تغير قناة الرادو، ما تقدر. كل شيء ثاني موجود في الستيرنج ويل، ممكن تشوف كل اللي تحتاجه انت في الشاشة، راح نتكلم عن الشاشة بعد شوي. السكان ايضا في اللي هو الالكتريكال ستير، في سنسر حق السبيد. السنسر هذا شنو يعطيك؟ اذا انت كنت على سرعات منخفضة هو يقلل الدوران، اذا انت كنت على سرعات عالية لو لفيت بسرعة هو ما راح يصير فيه رياكشن. نذكركم ان هذه سيارة على قوتها اللي فيها ما انصنعت حق حلبة، فلا تروح توديها حلبة وتقول لي والله انا في سيارة كانت بالحلبة اسرع مني، هذه مو سيارة حلبات. حتى لو اخذت حلبة ودشيت كورنر، انت راح تكون مثلا خلينا نقول دايس 160 170، تبدش الكورنر سيارة مبرمجة ان هي بهاي واي، فلما تلف تبدش الكورنر راح تلف، ولكن ما راح تعطيك الشعور اللي انت متوقعه من سيارة سبورت. خلونا نتكلم الحين عن الانماط اللي انت تقدر تسوق فيها السيارة. عندك بالسنتر كونسول قدام الجير في عندك مثل النوب اللي وريناكم اياها او القضبة هذه، تقدر تتحكم بوايد اشياء. في عندنا الوضع الاول اللي هو افشنسي، افشنسي هذا يختص بالاقتصادية، فيعطيك افضل استهلاك بنزين ممكن بالنسبة حق الماكينة، وممكن ايضا انه هو يفصل 4 سلندر، فالسيارة 8 سلندر التون تيربو راح تشتغل على 4 سلندر. من تدوس مرة ثانية اوتوماتيكلي راح ترجع تشغل ال 8 سلندر كاملين، بس ما راح تعطيك يمكن الفول باور غير لما تختار وضع الكومفورت. ايضا الافشنسي لما تفصل الماكينة الاربع سلندر هذه راح تشتغل على 4 سلندر، ممكن يصير في صوت ضوضاء من الاربع سلندر اللي مو قاعد يشتغلون، فهم حطوا في اشياء مانع اهتزاز تحت الماكينة علشان تقلل الضوضاء هذه وتمنعها نهائيا، فانت ما راح تحس فيها. بالنسبة حق الكومفورت اللي هو الوضع المريح، في الوضع اللي هو الاوتو، الاوتو هذا يشوف انت باي نمط حاليا وبناء عليه راح يعطيك سواء هو بروح يحول افشنسي او هو بروح يحول كومفورت او هو بروح يحول الوضع الاخير اللي ما تكلمنا عنه اللي هو الدايناميك. دايناميك من اسمه هو الوضع السبورت. هل في فرق تحس بين الانماط؟ مو وايد، ولكن هذه خلينا نقول الشركات تعتبرها جزء من الاشياء اللي تستخدمها في الماركتينج، ان سياره فيها تكنولوجيا، سياره فعلا فيها تكنولوجيا وايد. اول ما تحط الدايناميك الثروتل اللي هو دواسه البنزين تصير وايد حساسه بشكل زايد، نفس الشيء عندك الستيرنج يصير حساس بشكل زياده، السسبنشن يصير جاهز حق اي منعطفات سواء لفات اذا انت كنت بتروح فيها حلبه او انت داش خلينا نقول لفه مسرعه او شيء هم راح يتغير، وغيارات الجير راح تتغير لانه راح يشيل منك مثل ما قلنا الجير 8 غيار، راح يشيل منك غيارين فراح يخليك توصل لسادس على اساس انك تقدر تحصل اسرع افضل تسارع باقل وقت، لان الار بي ام مالك راح يكون دائما جاهز. ولو خليته اوتو ما خليته مانيول بنفس الوقت، اول ما تطق بريك حيل راح تحس ان السياره تسوي داون شيفت، اول ما تدوس راح تحس السياره مستعده. في عندنا انديفيدوال، انديفيدوال اللي هو مجرد ان انت تدخل تختار النمط اللي تبيه من كل شيء، فيقول لك سسبنشن ابي كذي، الستيرنج ابي كذي، الثروتل ابي كذي، البادي كنترول ابي كذي، فانت تختار كل الانماط اللي تبيها، فبدل ما تقعد تحول والله انت تبي شيء بين الدايناميك والكومفورت تقدر تحطه بالانديفيدوال وتختار يصير هذا سيتنج مالك. بالنسبه لي وانا قاعد اسوق اقدر اوصل حق كل شيء ابي داخل السياره، كل شيء استخدامه سهل ودقم كلها واضحه. واودي عندهم اللي هو الام ام اي سيستم اللي هو السكرين اللي تكلمنا عنها، السكرين يستخدمونها اودي من زمان، بس الحين هذه مثل ما وريناكم دش وتطلع داخل الطبلوم تختفي بشكل نهائي اذا انت ما تبيها. واحده من الاشياء اللي انا احبها بالاودي اللي هو النافيجيشن سيستم، تقدر تختار اللي هو النمط العادي مال الخريطه اللي انتم متعودين عليه بكل السيارات، وتقدر بنفس الوقت تختار شكل مال جوجل ايرث.
يوريك بالضبط اللي انت قاعد تشوفه في جوجل ايرث، بس يحط لك عليه خطوط الخطوط مال الشوارع، ويصير شكله وايد احلى. طبعا يعني خلينا نقول بديره شوي فيها خضره، ولكن لو تشوفه راح تحس انه احلى من الشكل العادي. تشوف البيوت، تشوف الخضره، تشوف الزرع، اذا انت مريت على شيء شكله حلو كله تقدر تشوفه هني، ويعطيك كافه المميزات اللي تحصلها بالنافيجيشن العادي. تذكرون بدايه الحلقه شنو قلنا لكم؟ السيارة ابسط مما تتصور، مثل ما شفنا من داخل طريقه قيادتها، ما فيها شيء معقد او شيء انت ما تعرفه وتحتاج ان انت تعرفه. العمليه ما فيها ان هذه سياره فخمه راح يسوقها شخص رجل اعمال غالبا، يحتاج انه يوصل منطقه الى منطقه باسرع وقت، او انه انا عندي الباور متى ما ابي استخدمه. ما فيها تعقيدات، ما فيها كل شيء، كل شيء داخل السياره سهل استخدامه. علشان كذي تعتبر يعني خلينا نقول اودي واحده من افضل الشركات في العالم اللي تسوي الانتيرير او داخليه السياره، لان دارسينها دراسه وعارفين انت كمستخدم شنو الشيء اللي اسهل لك. انا ممكن احط لك تكنولوجيا وايد وتفر راسك وتعور راسك، بس هم بسطوها شنو اللي انت تحتاجه، حاطين لك اياه ومتناول ايدك. بالنهاية شكر خاص حق شركة فؤاد الغانم وأولاد السيارات على توفيرهم سيارة هذه التجربة، وإن شاء الله راح نحاول نجيب لكم الـ A8 الجديدة 2015 بأقرب وقت علشان نكون أول من يغطيها. إذا قدرنا نجيب لكم سيارات ثانية إن شاء الله بعد نجيبها، ونشوفكم في تجارب جاية. ولا تنسون إذا كانت عجبتكم الحلقات تسوون سبسكرايب وتشوفون باقي الحلقات على الشانل، لأن الجديد بعد راح يكون شيء حلو. مع السلامة.